الحقيقة من أكتر المشاكل المنتشرة في الوقت اللي احنا فيه حاليا هي مشاكل التهابات اللثة المزمنة. يعني تلاقي ان بعض المرضى لما يجوا يغسلوا اسنانهم يلاقي ان اسنانه فيها ريحة مش كويسة، وفي دم كتير بينزل، وفي ورم في اللثة او التهاب في اللثة. دي بتبقى التهابات مزمنة للثة. في التهابات بتبقى بسيطة شوية، لا بمجرد ممكن مرة كده كل يومين ثلاثة ما يغسل يلاقي في نقطة دم ولا اتنين نزلوا، ده وضع طبيعي ممكن يحصل يدل على ان في التهاب بسيط في اللثه وبيروح وممكن يرجع تاني، يعني بيبقى التهاب بسيط. انما الالتهاب المزمن ده اللي احنا بنتكلم عنه ده بيكون ان في دم بينزل باستمرار، وبيكون في ريحه مش كويسه في البق باستمرار، وبيكون للاسف في بعض اماكن اللثه فيها تورم او فيها ورم بسيط، يعني تلاقي اللثه منفوخه كده حاجه بسيطه. طب دي ايه المشكله دي؟ المشكله دي بتواجه ناس كتيرة خاصة بعد سن 25، بتبدأ تظهر المشاكل دي وتفضل مستمرة لفترات طويلة وتزيد مع مرور الوقت.